ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي التي تنقلها الزميلة نوف المرشدي. شكرا عبد السلام. جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم، نبدأها مع أبرز تغريدات تويتر في الإمارات، حيث تصدر وسم منصور الأبيض أبرز التغريدات، وذلك مع انطلاق مباراة الإمارات والسعودية هذه اللحظات. وإلى حساب المركز الوطني للأرصاد حيث جاءت في هذه التغريدة: توقعات أن تزداد كمية السحب غدا على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة لسقوط الأمطار. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، وفيه اخترنا لكم صورة من حساب وزارة الداخلية، وفيها عقيدة التكامل وجهود وتعاون فرق الدفاع المدني في إطفاء حريق عجمان. ننتقل إلى حساب مراكز الأطفال وفي الشارقة، وهذه عقيدة على جدران الأمل رسم لنا الأطفال أحلامهم وطموحاتهم للمستقبل. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم، وبقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة إلى الزميل عبد السلام لنتابع بقية أخبارنا. شكراً لك.